موسى بالاعتصام في ميدان التحرير ما جابش نتيجه، فقدامنا اضرابات وبعد الاضرابات العصيان المدني. انما لما اعمل عصيان مدني لازم اعمله بذكاء ويكون على مستوى الجمهوريه ويكون في الحته اللي بتوجع، مش اللي بتوجع حرايبي، اللي بتوجع العالم اللي مش عاوزنا نتحرك. الامريكان اللي لهم 3000 دبلوماسي في السفاره وراك. الصور وبس. مفيش حاجة. وانا مفيش حاجة يا اخوان، مفيش ناس تم حوالين مننا بس. معلش يا دكتور الراجل ده ماشي. مالو الراجل ده؟ انا مش من رجالته. اول يوم انا حضرتك انا قاعدة من بيتي وعلى حسابي من 25 لحد دلوقتي. انا محدش صرف عليا، شيطان يصرف عليك وما بيصرفش عليك. انت قلت لي انت مخرفي، انت مش قلت لي كده حضرتك؟ عملت مفيش الكلام ده، محدش قال كده. حد قال كده؟ مفيش حد قال كده يا فندم. محدش انا جيت مش هيش كلام، ما ينفعش كده. يعني معلش معلش انا يعني كنت سمعت اساس حضرتك في الجرايد وبشوفك في التلفزيون. انتوا ليه زي ما انتوا قاعدين هنا وبتقولوا ان انتوا اللي مشيتوا مبارك ورجاله؟ طب ما تطفوا التلفزيون، سود لهم الشاشه بتاعتهم عشان يسمعونا. مين بتكلم؟ بقول ان المجلس العسكري ده لما انا شغلي مش هيخلص هنا مش هيستفيد حاجه، لكن يوم ما القناه بتاعته تتطفي ولا هم جايين هنا عشان ما فيش جيش. ايه معنى ان هم شالوا الجيش من هنا؟ يعني هاو هاو حضرتك عملت لنا ايه وانت بتطلع كل يوم؟ انا ما بطلعش كل يوم. لا 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 بتطلع في برامج، بتطلع في برامج كل يوم حرام احنا جايين عليكم، واحنا كنا قدام المجمع. وسع يا جماعه بقى، كنا قدام المجمع. انا التلفزيون امبارح متوقع ان الناس توصل لمرحله ياس، مش كده بس هيقف قدام المصالح العامه، انما انا شفت ناس بتقول هتروح تاخد حقها بايدها من اللي قتلوا اولادها. المجلس العسكري حاليا لازم يفكر كويس قوي، لازم ينفذ مطالب الثوره والا هيشعلل البلد ويحط من حرب اهليه، وحتى لو نزلوا الشارع بدباباتهم ومدرعاتهم مش هيعملوا حاجه. المجلس العسكري للاسف الشديد متواطئ، للاسف الشديد مسؤول عن كل ما يحدث. اللي مانع دخول الناس دلوقتي خليكم واقفين المجمع مش الشباب دول، المجلس العسكري بتصرفاته. بس خلاص يا جماعه، يا جدعان خلاص بقى، عشان مش عايزين والله العظيم.